الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحمد لله. Today is the first day of the درس, starting again of the سيرة of the Prophet صلى الله عليه وسلم, part 2, the Medini period. Well, I'm so happy to see the brothers from last night. الحمد لله. I think majority of the brothers came back, and الحمد لله. I think some of them are already tired, but الحمد لله, they're all here. So brothers, just a quick announcement, which is the class, it says on the poster 7 o'clock, but it's actually 7:30. So it's straight after Salatul Isha, which is 7:30, inshallah. We're going to amend it for this week, inshallah. I forgot to amend it. Just a quick reminder that we used to say always, if you parked your cars somewhere that's not reasonable, or somewhere like the pavement, or you're blocking someone, please and please remove your car before the dars starts and the class starts, inshallah. The ustad should be here shortly, inshallah. And the class will start shortly, bi'idhnillah. Last reminder, just to remind the brothers, which is you're in a masjid. So what tends to happen is when you talk to your friends or the people next to you, the uncles or the masajid or the brothers here, they complain and say, brothers, stay quiet. So please and please, if you keep in mind that you stay quiet whilst in the masjid, so you don't disturb the brothers that are praying. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.